السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سميرة تي في، حصتكم أكاديمية الطبخ. معكم شاف بلاش عادل. اليوم راه معنا لي كونديدا رميسة هانية منال إكارم. اليوم جبت لكم وصفة تاع كيك شوكولا تاني نقدروا نديروه نصنفوه مع لي كيك دو فواياج. كيك شوكولا تاعنا اليوم ماشي بالكاكاو، جبته بالشوكولا. لاباط تاعنا نديروها بالشوكولا، هذه هي الحاجة اللي راح نتعلموها بوكو بلوس، كيفاش نديرو شوكولا مع الكاكاو. بيسك هنايا لا بريبار بزاف يقول لك الكيك تاعنا نديروه بالكاكاو بالشوكولا تيبس لهم كذا. دوك نشوفوا لاصوص تاعو باش يخرج لنا بيان الكيك تاعنا. اوكي، واش عندنا في لاروسات؟ واش نسحقوا في كريم ولا منال؟ قري لاروسات المشاهدين نسي جامي ما كاين اللي ما لحقوش. عندنا 345 غرام زبده، 345 غرام سكر، 90 غرام لوز، 285 غرام بيض، 115 غرام حليب، 470 غرام فارينه، 12 غرام خميره. هذه لاباط. فوالا، هنا نحبسوا لهنا، نروحوا ايطاب باريطا. دونك حنايا في لاباط تاعنا، دونك سي لوجيك نديرو الزبدة مع السكر، ميلونجيهم هما الاولانيين. الزبدة تكون ا تمبيراتور امبيونت، مليحة تكون، ما تكونش جامدة بزاف باش ما تتعبكش في الطلعة تاعها. داكو، كي نبداو بالزبدة معناتها سي اكريمي، فوالا نكريمي مليح الزبدة تاعنا مع مع السكر باش نبداو ناجوتيو لها في البيض وان باي وان. ا ببري شحال بالحبه تاع البيض لو غراماج؟ هي جينيرالمون 50 غرام. الحبه تاع البيض توزن 50 غرام، مش نو دي فوا طيح في كاليبر شويه كبير ودي فوا طيح في بيض شويه صغير. علاش توجور نبريفيري انايا ميزان باش كل يوم لاروسه تاعك تخرج لك هي. نكملو نرمولها كاع البيض، هنا دوك نصبو في الحليب. لازم لا ليفير شيميك لازم تخلط مع لافارين باش تمد لي في تاعها. اوكي، باسكو لو كان ما تخلطهاش مع لافارين تحكم جهه وحده في لاباط وتريح حاجه ساكنه. فوالا، نسقسيك على الحليب، اسك اختياري ولا لازم نديرو؟ لا لا، لازم 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 نديرو باش يزيد لاباط، يعطي لها الحموريه وطراوه. كل اللوز تاعنا ولا فارين ولا ليفير شيميك نرميهم على فوق. اللوز تاعنا ماشي محمص. لا لا، باسكو حيطيب، باسكو عباك الكيك جينيرالمون يضرب حتى 40 مينوت في الفور. شاف لا فارين افيك تيب ولا نخدموا حنا توجور بتي 55. بون، ما يهمش على كل حال في هذا الفايس بزاف، ميم تخدميها بتي 45 تخرج. هاي لاباط تاعنا راهي واجده. اوكي، شاده روحها بيان، ماشي متلوغه وماشي يابسه بزاف. دوك نزيد لها الشوكولا. دوك نزيدو لها شوكولا. واش مكتوب؟ 1 كيلوغرام تاع عجينه 200 غرام دو شوكولا نوار. فوالا، بيقول في الكيلو هكا. دوك هذه انا وزنو منها
كيلو بات نديرو لها 200 غرام شوكولا نوار دايبه. لازم دي شوكولا نوار بما دي شوكولا ولي شوكولا نوار بيسك على الشوكولا ولي كي تقولي اولي فيها الحليب دونك في الفور تتاثر شويه خلط. دونك بريفيرونس نديرو نديرو شوكولا نوار. لو كان نحبو نديرو كاكاو نقدروا نديروا كاكاو مي شنو اللي لوسه تاع لوسه تاع كاكاو مكاينين منهم وعليه فوالا باسكو لا ماشي فارينا 50 غرام فوالا باسكو البيت تاعنا لاكاديمي الطبخ نمدو ديزاستيس شنو ناقصين كيما مولفين الثاني كنشوفوا كيك بلي بيبيت دو شوكولا فوالا تقدري نقدروا نديروا لا ماجوريتي ما نديروهاش يخافوها تخرج براوني يقول لك تتعجن صافي نرمو ديريكت لي بيبي تقدر ياه لي بيبي تانيك نقدروا ما يأثروش دوك نوزنو منا كيلو بات شفت صرالي وين كي نطيب الكيك تاعي يكون طاب تخي بيان مي كي نجبدو يعاود يهبط ماشي طيب مليح ما لا لا يكون طايب يكون طايب ويهبط آه. سكو باك كي كولا طاب خلاص ما يغطش يهبط ناقص مالا طيب ما فورسيتيه كي طلع بالك باك لا تومبيراتور تاع بس كل لعبك الكيك يطيب في تومبيراتور قليله بزاف يطيب 145 يضرب كي يكون المول صغير 30 مينوت 35 بصح كي يكون المول كبير يضرب حتى قريب ساعه 55 مينوت ولا كي طول باش يطيب داكور اسكو كاينه منها كي نورمالمون كي تبدا لا كويسون او ديبي تكون هابطه بعد نو تكون طالعه بخي تبدا تهبط سا ديبون دي روسات كاين دي روسات كيما راكي تقولي تكون طالعه معاك تبدا تهبط هادي نو هادي نحكموا لها 145 30 35 مينوت داكور اسكو بوغ ايفيتي كيما قالت لك دوكا تاع يهبط داخل لو فور كي نشوفوه بليطا نطفيو الفرن ونخليوه شويه بخي نخرجوه لا هو كي يطيب برك الفور تاعك ريقليه مليح ديري له نار هاد او خليه يطيب يطيب لك كاع ميم كويسون ميم الداخل ديري بالموس بالموس موس فيه سنان باش ماشي موس سام باش ولا كان خضر لداخل او يخرج لك عجين يخرج لك هي سورتو كانت وقيله مقويه الفرن على بها على بها انا ما نحبش نستعمل هاد العفسه تاع الموس باسكو لو فات لي تشك الموس يهبط كيما انا ماشي طايب ما لا تقلقي له ما لا في الفامينات ولا باسكو هو تمتمي دي ديفلوبي بصح من الداخل 45 مينوت شاف لا نقلق هكذا كان سيتو كان عندنا مول كبير سا ديبون الفور اذا فونتيلي اذا لا لا جست بدا تغلي الماء تاعنا نطفيوها بالسخانه هذيك برك تاع الماء لافابور هذيك تذوب بالشوكولا باسكو الشوكولا تاعنا ما لازمش تسخن بزاف تنشف شحال لازم تومبيراتور ماكسيم ما تفوتيش 50 50 اه يا مليح في 40 يدوب بعد نورمال نرموها لك داك دافيه في سخونه نبردوها حتى تبرد كامل لا باسكو هي ما تسخنش باسكو دوكا تي كان ما نخليهاش تسخن انا باسكو كان نرموها سخونه بالك دوكا انا واش ندير دوكا نخليها هكا تزيد دوب بعقلها اعطيني الزبده ولافارين باش نبري و اي قعدت لك لاباط دونك جات اكثر من كيلو جاتني قولي بالك واحد الكيلو 400 داكور اسمع نقدروا نديروها كومبليت اه نقدروا بيان سور كومبليت نزيدوا برك الشوكولا درك نحسبوا ماتيماتيك اوكي عطيني الاخرى تاع حمام مريم ندوب الزبده تاعي اسكو نقول اون بو لا ليسي هكا لا ما نزيدوا لها لو شوكولا ونطيبوها تقدر هي نقدر نبدلو لا جيفاني اموند جوست نقدروا نقولوا عليه يتبدل كيك كيك داموند نقدر نزيدو في الداخل دي زاموند كونكاسي ولا نوازيت نقدر وي جبنين نقدروا فوري شوكولا تارتيني لا شوكولا طرتيني
ماشي كيما شوكولا. نو زعما نديرو اون كوش تاع بات ابري نزيدو لها شوكولا تارتيني ونزيدو لها اون كوش تاع بات. ماشي في هاد لا روسيت شطرح لي صابلي. طرحي لي صابلي ديجا ماشي شوكولا وحدها دونك فيها كاين دي روسيت. نروحو لروسيت واحد اخرى نقدروا نديرو شوكولا تارتيني بصح روسيت ديفيرون هادية. نخلطوا الزبده مع لافارين. علاش؟ اه داكور اوكين ايدي. علاش؟ باش نبوري و باش تبوري لا كيفاش الله ما على بالنا بلي باش تبوري بصح قلنا بلاك باسكو هادي ما عندهاش رول غير باش ما يلصقلكش في المول عندها رول باش يتشقلك مليح سواسوا في الفوق. اه كي نحبو نديرو هادو ما نديروهم ميزان كاين بزاف هادو ما اللي راه على بالي بلي كاينين في المارشي نحبو نديروهم ميزان نوزنو لهم 150 غرام باش يخرجوا لنا كامل كيف كيف كاين اللي ما عندوش ليكيليبر ولا يقول لك جاتني وحده صغيره وحده كبيره دونك نستعملوا الميزان نستعملوهم كاع 150 غرام والكبير هذاك اللي يجي جينيرالمون يكونوا 750 غرام نقدروا نعمروهم بلاكوش نقدروا نعمروهم بلاكوش نعمروهم نص ليمول 150 غرام تقريبا هكا معاك نخطوهم حنا هكا غير شويه هاي لك باسكو كيفاه الخميره يعاود يطلع باسكو يديغاجي بيان سار يطلع يبومبي بيان هذيك لا فورم اللي تجي هكذا في الوسط شقاق ومشقق هنا اللي نخدمها تجي وحده كي طيب كيفاش وحدها دوك نوري لك كيفاش يوم يحب تعرف كل الشمانة كي نحبو لاباتيس لازم كل حاجة بس كل كيك صعيب شوية في خدمته فطيابه بوكو بليس اي حاجة ما نعرفوهاش صعيبة اي حاجة نعرفوها تولي سهلة كاين اللي تصدق بي فيه وكاين قبيلة قلت لك بلي الزبدة تاعي اللي درتها مع لافارين عندها ماشي غير انا قلت باش تسهلنا برك بوغ ايطالي لو مول بيان هاي ليك حتزيدها من الفوق هذه صح أصلي نفتحوها غير شوية بالمقص نديرو لها طريق لهنا عندنا ليمون تاوعي نخطوهم باش نضمنوا المول تاعنا راهو حاكم كاع لا فورم تاع المول تاعنا هاي لي دونك انا نكمل نبوشي اللي قعدوا لي وانتم روحوا عجنوا لي لاباط كيما شتوني درت نتلاقاو في عمليه التزيين داكور صحه داكور
خلوهم يقطروا، نديروا توجور بابي فيلم من تحت. شو ريكيبيريو شوكولا اللي تقطع؟ فوالا بالشوكولا اللي تقعد لنا ما نرميوهاش. استعملت شوكولا ولي؟ وي كيما هي مكتوبه لهنا. واش هي مكتوب هانيا؟ شوكولا. شوكولا وزيت. ايه وزيت. لا لا كي قلت لي قلت لك مكتوبه شوكولا ماشي شوكولا ولي. اون سي جامي كاين اللي ما لحقش واش درنا في الكلاصه واش درنا؟ واحد كيلو، واحد كيلو غرام شوكولا و 300 غرام زيت. عجبتني تاع واحد كيلو. اللي كيك تاعنا من احسن يكونوا باردين بعد ما يطيبوا، نخلوهم يطرح لهم السخانه تاعهم، نديرهم في كونجيلاتور يبردوا باش نقدروا نقلاصيوهم باش ينشفوا لنا رابيدمون ثانيك. نديروا لها الزيت الشاف على بريون تاع الشوكولا باش تبقى هي لازم ندير لها الزيت باش ما يتشقق لناش الكلاصاج. على فين كي ذوب شي باسكو دوك تبها شويه من لا او ميم طون او ميم طون كي ذوبي الكلاصا اكيد ذوبي الكلاصا شو راهي او ميم طون من طون راهي فيها زيت. اه داكور في الكيلو نديرو 300 غرام. اوكي ونحبو نكونسيرفيهم توجور في اون بواط اون كونجيلاتور بيان فيلمي يشدو الاز. اوكي دونك حنا نوريكم واحد حاجه برك باش نديكوريهم الفوق، نقولوا بلي بيبيتو شوكولا سي ميو. باسكو نديرو لهم بيبي دوكا كي راهي مازال ما نشفتش، مازال ما نشفتش باسكو من بعد كي تنشف ما تقدرش دير لها لي بيبيت. نقدروا نديروا لها لي زامون دي فيلي وي نوازات كونكاسي ولا كاكاوات ولا يا كنا قاعدين نديرهم بالفاني باش نقولوا كاسي. كنا قادرين انا حبيت نخليهم شوكولا بيسك انا 100% تحب شوكولا؟ نحب شوكولا شكون ما يحبهاش؟ فهمتني. دونك شتوني كيفاش زينتهم نتوما تانيك دوكا فيني ولا الكاطو تاعكم كيما نايا. اوكي ونتلاقاو بعد لا فينيسيون. خدمي بلاصتي تاع ما حبش لي سخونين. سخونين مازال ما بردوش. لا مليحه هكاك حنا مازالو شويه سخون سيك كي دق بالفرشيطه يطيح. واه بها جي بريفيري هكا. فوالا كيما شفتوا لي كاك تاعنا تاع اليوم لي زاستيس تاعها، كيفاش نطلعوا لاباط تاعنا، كيفاش نميلونجيو ما بين الشوكولا ولاباط، شحال نوزنوا لاباط شحال نوزنوا الشوكولا، كيفاش الطياب تاعو. كيما راكم تشوفوا لا ديكوراسيون، نتمنى تكون عجبكم مع المشاهد الكريم. نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله، ونقدم لكم علاء الدين. بلاش علاء الدين، واش جيت تقول لهم اليوم علاء؟ السلام عليكم، اليوم عيد الطفولة، جيت أنا وسمي بالعيش علاء الدين، اليوم جيت نقدم للأطفال كاع تاع العالم تاع العالم تحياتي تحياتي ليهم. اليوم ماما في العيد صغير، ماما ماتت ربي يرحمها، ادعوا لها ربي يرحمها دوكا في الجنة، ادعوا لها ربي يرحمها إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمها وربي يرحم كاع الأمهات.